السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ نحت لكم شوية الخلعة، نحت لكم شوية الاستخاص. يعني ربي يستر معنا يا ربي العالمين، ربي هو الستار. حبيباتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير. درت لكم هذا الفيديو القصير هكذا باش نطمنكم عليا، لانه بزاف تعليقات اللي جاوني على هذه، حبيت ندير لكم هذا الفيديو القصير نقول لكم رانا ملاح الحمد لله. كاين بعض من الخسائر هكذا في البيت، يعني كاين مواعن تكسروا، كاين هكذا لافايونس طاحت. المهم حنا برك رانا ملاح، وانتم راكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح حبيباتي، وان شاء الله هاد الخسائر ما تتعاودش، وان شاء الله يا ربي يكون معنا هو الستار هو المنجي. ان شاء الله يا ربي يلحي لنا هاد الوباء وهاد الخسائر يا رب العالمين. نقول لكم حبيباتي كتر خيركم اللي سقسيتوا عليا، وان شاء الله كامل تكونوا بخير، وان شاء الله يبعد علينا الوباء والبلاء يا رب العالمين، ويبعد علينا الفتن في هاد الدنيا يا رب العالمين. نشكركم من كل قلبي حبيباتي. هادو الصور اللي راكم تشوفوا كامل اللي في بجاية، يعني تقريبا في ولاية بجاية. نشكركم بالبزاف حبيباتي الغاليات، ربي يخليكم ليا على تعليقاتكم، وكل واحدة سقسات عليا يسقس عليكم الخير والربح حبيباتي الغاليات. راني مليحة بالبزاف، نشكركم بالبزاف. أي البنات إلى الملتقى إن شاء الله، كونوا بخير وعلى خير إن شاء الله.